محمود يدافع عن بيسان. شاهد المزيد من التفاصيل. تداولت الجميلة بيسان إسماعيل امبارح مقطع كشفت من خلاله انه هي في عيد ميلاد خطيبها محمود. تلقت تعليقات من طرف الجمهور حول انتفاخ بطنها، وتلقت تعليقات سلبية كشفت انه هاي التعليقات ما بيصير تنحكى لبنت. ووضحت بيسان إسماعيل انه هي عم تعاني من مرض من لما كانت صغيرة. وكمان محمود فاجأ بيسان وظهر في ستوري هو عم يدافع عن بيسان وعم يحكي لها انه هي ما تهتم بالتعليقات السلبية. نمر إلى بالين السارز اللي ظهرت امبارح وهي لابسة فستان الجمهور شبهه بفستان لبسته شيرين بيوتي سابقا. شو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نو بيسا شو حبيبتي؟ امبارح قد ما نطيت تعبانة والله كان أجواء كتير حلوة وانبسطنا كتير بجدة، بس أكيد رح نرجع ونحن رح تكتر كتير جياتنا على جدة، يعني رح نكون متواجدين هون كتير. صح بيسا؟ رح يكون في كتير شغل وعمل كتير كبير هون، فيعني خلاص متواجدين هون وفي دبي إن شاء الله.